انا بس حبيت النهارده وانا بتكلم على موضوع الفار وتقنيه النصف الالي في بطوله الامم اوجه رساله لاتحاد الكوره. وصل لك دخل مالي مهم جدا من بطوله السوبر للانديه الابطال. اعتقد اكتر حاجات محتاجه دعم الفتره اللي جايه مستحقات الحكام اللي هي متاخره من الاسبوع ال 21 في الموسم الماضي. يعني في 13 اسبوع من الموسم الماضي و11 اسبوع من الموسم الحالي، بنتكلم في 24 اسبوع. ده بخلاف مباراه كاس الرابطه، بس كاس الرابطه ده امر متعلق برابطه الانديه مش اتحاد الكوره. يعني رابطه الانديه كمان عليها مستحقات على فكره. رابطه الانديه عليها مستحقات، بطولتين كاس رابطه والثالثه اللي هتبدا كمان ايام. كل الفلوس دي ما اتدفعتش للحكام. وتقنيه التسلل اللي موجوده في الفار ما اتطبقتش في الاسبوع 11. ليه؟ عشان في مستحقات، فالشركه المسؤوله عن تطبيق التقنيه سحبت الاوبشن بتاع التسلل. فاي مباراه من النهارده، من امبارح، من اللي جاي مش هنشوف فيها تقنيه التسلل. اي لعبه فيها تسلل مش هتشوف فيها الخطوط، والحكم هيمشي اللعب واما ياخد القرار بناء على الرؤيه اللي هو شايفها في الملعب. لكن الفار مش هيراجع حاجه، مش هيراجع حاجه. شوف انا بتكلم في مستوى ايه ووصلت لمستوى ايه. انا بتكلم على الكاف عايزين تقنيه النصف الالي، بس هو عنده مشكله في الكوره. احنا بقى في اتحاد الكوره بدل ما نوصل لده، لا رجعنا خطوتين ثلاثه لورا. تقنيه التسلل مش موجوده. ليه يا فندم الخطوط مش موجوده؟ عشان الاوبشن ده اللي الشركه الراعيه او الشركه المسؤوله عن الفار سحبته من العربيه، من عربيه الفار. ليه سحبته؟ عشان ليها مستحقات، ليها مديونيات، وليها حاجات كتيره بقى لها فتره الاتحاد لم يسددها. والناس بتعتمد او شايفه ان الاهلي ما بيلعبش والانديه الجماهيريه الكبيره ما بتلعبش، فبالتالي محدش هياخد باله ومحدش هيركز. هو ده الدوري اللي المفروض بيعلو بيه او بيهتموا بيه او بيعظموا من قيمه المنتج. للاسف لما تبصوا على ماتش الاهلي وفيتشر وكاس السوبر للانديه الابطال، شوفوا التسلل اتحسب ازاي في كام ثانيه، او قرار الفار لما لغى التسلل ازاي في كام ثانيه. ادوات ومعدات وفر ده للحكام، وفر ده للمنظومه، لان الرياضه او الكوره المصريه او منتج الدوري، والله العظيم المنتج بتاعنا بصراحه بامانه، يعني احنا بنبخس حقه بشكل صعب جدا. نصرف عليه عشان يجيب لنا مداخيل ماليه كبيره، محتاجين نصرف عليه، بس نصرف عليه صح. واوجه الصرف تتوجه للاماكن الصح والاماكن السليمه. مش معقوله في الاسبوع 11 في الدوري بيتلعب بدون تقنيه التسلل. عموما كاس الامم رسميا زي ما بقول لحضراتكم مفيش فيه تقنيه النصف الالي. هنشتغل على قديمه اهو، ماتش الاهلي والفيوتشر قدامكم على الشاشه. بصوا اللعبه، كابتن احمد حسام طه رفع تسلل، رفع تسلل وارد، خطا وارد على فكره، وممكن يحصل مع اعظم حكام المساعدين في المباريات الكبرى كمان. ولكن الفار بقى هنا، الفار هنا، والناس ما خدتش بالها من حاجه مهمه جدا. هو محمود عاشور اللي كان على تقنيه التسلل او على خط الفار في اللعبه دي، ادى في كسر من ثواني، يعني في 3 4 ثواني ادى على طول الهدف سليم، ما فيش تسلل. وهو محمود عاشور في ماتش الاهلي وفاركو اللي قال لك الكره التسلل رغم ان هي كانت اوضح من دي. محدش ناقش الجزئيه دي على فكره. على فكره يا جماعه، محمود عاشور هو اللي ادى اللعبه دي هدف، وهو اللي ادى اللعبه بتاعت ماتش الاهلي وفاركو هدف بيرسي تاو قال تسلل، رغم ان لعبه بيرسي تاو كانت اوضح من لعبه مودست على فكره، اوضح من لعبه مودست. ممكن يكون خطا من الحكم، بس برضو خلونا نتكلم بمنطقيه على فكره، لان محمود عاشور طلع يتكلم على الحاله دي. الادوات، المعدات، هل سبب؟ انا شايف بعد اللي شفته في الماتشات دي والماتشات اللي قبل كده، ومن خلال خبراتنا من متابعتنا للفار، لا، اتحاد الكوره ما بيوفرش الادوات المناسبه للحكام. فالغضب كله مننا او من الجماهير بيروح للحكام. انا شايف ان اتحاد الكوره مسؤول مسؤوليه كبيره جدا عن الاخطاء اللي كانت موجوده قبل كده والاخطاء اللي جايه لو ما عالجش الادوات اللي موجوده في عربيات الفار. مش هطول اكتر من كده، ولكن كان لازم اتكلم على موضوع تقنيه النصف الالي في كاس الامم. وبالمناسبه جات لنا معلومه كمان على موضوع التسلل اللي فجاه اتشال عشان عليهم مستحقات واتحاد الكوره ما دفعش الفلوس لغايه دلوقتي.